خويا العزيز عندك واحد الراي وحبيتي تشاركنا فيه. الراي ديالي هو بالنسبه لهاد بحال هاد الاستجوابات الصحافه ديال الميكروترو يطرقوا ما امكن الاوضاع اللي كتكون اجتماعيه ثقافيه اقتصاديه العلاقه ديالها من النظام السياسي بالمغرب. مثلا حنا كمجتمع كنشوفوا حكومات وبرلمانات وهذا كتبدل وكتغير وهذا والحاله هي هي. يعني ان المغاربه يقدروا يعيشوا بلا حكومه بلا برلمان، يعيشوا بنظام ملكي بمستشارين، ويحيدوا لنا قوه المؤسسات وهذا اللي كيستنزفوا غير الماليه ديال الماليه العامه ديال المملكه، والشعب ما كيستافد والو. لذلك حنا كنعيشوا بزاف ديال مثلا بحال الحدث ديال كاس العالم. السؤال المطروح واش هل ماذا سيستفيد الشعب؟ يعني يستفيد يعني غادي يجي عندنا الناس غادي يتروجوا عده مهرجانات وهذا كينظم المغرب، ولكن الاثار ديالها الاجتماعي ولا الاقتصادي على المواطن ما كيحسش بها. لذلك الامور يعني بغيت نقول بان هذه المسؤوليه ديال الحكومه وديال البرلمانات وديال هذا في الدول ماشي المغرب، كاع الدول العربيه والدول الناميه او في طريق النمو، من الافضل بلاش منا يحيدوا هذه الحكومات وهذه الديمقراطيه السوريه، لان ما كنستافدوا منها والو. الحل هو نظام يكون قوي عنده سلطه قمعيه باش يفرض النظام ديالو ويحاول ما امكن يجرح ذا الشعب. هذا هو اللي كاين. حنا عندنا واحد الشرعيه تاريخيه ديال الملكيه دي قرون، الحمد لله كاع المغاربه الاغلبيه العام 99% تقريبا نقول انا بانهم كيقولوا عاش الملك، تبقى ديك الملكيه خويا بمستشارين ويعيش معاه الشعب وبلا حكومه بلا برلمان بلا مؤسسات يبقاو يضحكوا علينا طول حياتهم.